السيدة المصابة بالسكر صحتك حياتك هي الأهم. الحقيقة ليه اخترت هذا الموضوع؟ لأن دايما يعني ربة المنزل بتكون هي محور الأسرة وهي التي تهتم بكل أفراد الأسرة، وبالتالي بنقول ربة المنزل حاولي أن انت تكون صحتك جيدة وصحتك سليمة وتهتمي بنفسك، لأن ده بيؤثر على طريقة حياة الأسرة كلها. يعني الأم إذا كانت مريضة وعندها مشاكل طبية يمكن الأسرة كلها بترتبك. ليه بنقول السكر في السيدات ده شيء مهم؟ لأن في عالميا 204 مليون سيدة مصابة بالسكر، وهذا الرقم يعتبر طبعا رقم كبير للغاية، ولكن إذا تركنا الانتشار بهذه الطريقة هنلاقي في عام 2045 عندنا 308 مليون سيدة مصابة بالسكر. السيدة المصابة بالسكر الحقيقة ليها الحق في الرعاية وليها الحق في العلاج وليها الحق انها يكون عندها جهاز تحليل السكر بتاعها وعندها الشرايط عشان نقدر نطلب منها انها تهتم بصحتها. اهم شيء في السكر هو السكر عبارة عن رقم، وارتفاع في مستوى السكر بيحدث او في نسبة السكر او معدل السكر في الدم، ولكن هذا الارتفاع بيؤدي مع الوقت الى حدوث مضاعفات. وبالتالي اهم شيء بنتكلم عليه النهاردة عشان نقول لكل سيدة خدي بالك من نفسك وحافظي على صحتك، ان احنا نقول لها كيف تقي نفسها من المضاعفات. حتى نقي نفسنا من المضاعفات هناك ارقام مهمة لازم نعرفها كلنا، اللي هو اول حاجة طبعا كلنا بنسمع عليها اللي هو السكر التراكمي او الهيموجلوبين السكري. السكر التراكمي او الهيموجلوبين السكري هو معدل السكر الموجود في الدم، او بنقول عليه متوسط السكر الموجود في الدم على مدى الثلاثة الى ستة اشهر السابقة لميعاد التحليل. ميزة هذا الرقم ان هو متوسط وان هو مش بيتأثر بارتفاع في السكر يومي. يعني مثلا لو في شخص ظبط سكره لمدة يومين ثلاثة وبعدين حلل السكر التراكمي هيبان برضو ان هو مرتفع، لان هو كان في الاشهر السابقة سكره كان مرتفع. السكر التراكمي المطلوب ان هو يكون اقل من 7%، ورقم 7% ده وجد ان المضاعفات كلها بتقل لما يكون السكر التراكمي اقل من 7%. وكنا سابقا بنكتفي برقم 7%، ولكن يمكن الأبحاث الحديثة والتوصيات العالمية الحديثة قالت اننا لو قدرنا في جزء من المصابين بالسكر ان احنا نصل بمستوى السكر التراكمي الى من 6 إلى 6.5%، بنقدر في هذه الحالة ان احنا نقي نفسنا من اغلب المضاعفات. مين الأشخاص اللي مسموح إن أنا أنزل عندهم بالسكر التراكمي إلى 6 إلى 6.5%؟ هنقول الأشخاص اللي عندهم سكر جديد لسه سكر حديث. الحاجة التانية إن هم ما عندهمش مضاعفات على القلب أو الكلى أو الكبد قد تتسبب في هبوط السكر، أو يكون هناك خطورة من حدوث هبوط السكر على هذه المشاكل المصاحبة لمرض السكر. الحاجة التانية ان يكون هؤلاء الاشخاص لا يتعرضوا لهبوط سكر متكرر، وايضا بيحسوا باعراض هبوط السكر وبالتالي بيقدروا يلحقوا نفسهم. وطبعا هناك ادوية حديثة كتير لا تتسبب في هبوط سكر تحت المستوى الطبيعي. وايضا المهم في هؤلاء الاشخاص ان هم ما يكونوش هنقول في كبار السن، لان كبار السن في بعض الاحيان مش بيقدر يعبر عن اعراض هبوط السكر. طيب امتى بقى ببقى محتاجة ان التراكم يكون اعلى من 7 وبنقول حوالين 8 وفي بعض الاحيان اكتر من 8؟ بنقول اول حاجة هو في كبار السن وبالذات اللي بيتعرضوا الى هبوط سكر، والاشخاص الذين لا يحسون باعراض هبوط سكر. ايضا الناس اللي عندها مشاكل على القلب او مشاكل على الكليتين، مشاكل على الكبد، وبيكون في هذه الحالة هبوط السكر خطير عليهم.
طيب يبقى احنا اتكلمنا اول حاجة في الوقاية من المضاعفات على السكر التراكمي. طب هنتكلم على سؤال الحقيقة بيتكرر كثيرا، وهو السكر الصائم، سكر الفاطر، السكر قبل النوم المفروض مستواه يبقى كام. هنقول بالنسبة للسكر الصائم الرقم المطلوب او المفضل ان هو يكون السكر من 90 الى 120 او 125، وان هو يفضل ان هو لا يتعدى طبعا ال 130. بالنسبة للسكر بعد الوجبات بنقول ان هو يتراوح من 140 الى اقل من 180. بالنسبة للسكر او مستوى السكر قبل النوم هنقول ان هو يبقى من 100 الى 140. كل هذه الارقام الوصول اليها بيساعدنا في منع المضاعفات. طيب نتكلم على ضغط الدم. وجود ارتفاع في ضغط الدم في مرضى السكر دي حاجة الحقيقة منتشرة للغاية. هنقول ان حوالي 75% من الاشخاص اللي عندهم سكر من النوع التاني بيبقوا مصابين بارتفاع ضغط دم. طيب اذا وجد ضغط الدم وكان غير منضبط مع اصابة بالسكر وسكر ايضا غير منضبط، الاتنين مع بعض الحقيقة ان هما بيزودوا من حدوث مضاعفات المرضين. هنلاقي مضاعفات الضغط زادت، مضاعفات السكر زادت بدرجة كبيرة. وبالتالي المطلوب في حالة وجود ارتفاع في ضغط الدم ان احنا نظبط ضغط الدم. ايه هو الرقم اللي احنا عايزين ننزل ضغط الدم له؟ هنقول ان هذا الرقم هو اقل من 140 على 90. الكوليسترول ايضا، الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار لازم يكونوا مظبوطين. بالنسبة للكوليسترول الكلي لازم لا يتجاوز 200، بالنسبة للكوليسترول الضار لا يتجاوز 100. وفي حالة وجود مضاعفات على الأوعية الدموية او على القلب كمان بنحتاج ان الكوليسترول الضار يبقى اقل من 70، وفي بعض الاحيان الحقيقة بنحتاج ان هو يكون اقل كمان من هذا الرقم. طيب بالنسبة للدهون الثلاثية يفضل ان في الشخص المصاب بالسكر ان الدهون الثلاثية لا تزيد عن 150 ميلي جرام. اذا كان شخص عنده سكر او سيدة عندها سكر وبتدخن، فبنقول لها ان التدخين بيزود من مضاعفات السكر لان هو بيتسبب في تصلب شرايين، وبالتالي المفروض ان احنا نهتم بان احنا نوقف التدخين بسرعة شديدة وعشان نقلل من اخطار التدخين وايضا الاخطار الموجودة على الاوعية الدموية في الشخص المصاب بالسكر مع التدخين. عامل خطورة اخر هو وجود السمنة، وطبعا احنا عندنا في مصر الحقيقة يعني السمنة منتشرة بدرجة كبيرة. نقول ان 40% من السيدات عندهم سمنة و60% من السيدات عندهم زيادة في الوزن، وبالتالي بنقول ان كل ما زاد مستوى السمنة كل ما زاد اكثر عرضة، يعني او اصبحنا اكثر عرضة للاصابة بالسكر. وكل ما قللنا وزننا كل ما تحسن حالة السكر لدينا. بالعكس اذا حصل في بداية الاصابة بالسكر ان احنا قللنا وزننا بدرجة معقولة نسبة من النسبة يعني من الرقم المبدئي للوزن، هنلاقي نفسنا في بعض الأحيان قد نتخلص أيضا من حدوث السكر أو قد نؤجل مشكلة السكر إلى مستقبل. يعني إذا واحد عنده مرحلة ما قبل السكر وخس مثلا هنقول 7% من الوزن المبدئي، يقدر يرجع تاني يبقى ما عندوش مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر ويعيش سنوات بدون وجود سكر. طيب نبتدي نعرف ان هناك بعض المضاعفات للسكر على بعض اجهزة الجسم ونعرف ما هي طرق الوقاية منها. فبالنسبة للعينين عندنا زيادة في حدوث المية البيضاء اللي هي الكاتركت او المية الزرقاء اللي هي الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري. عشان نفحص مبكرا ونكتشف مبكرا المضاعفات على العينين ونعمل لنفسنا وقاية من الإصابة بمضاعفات السكر على العينين، المفروض ان احنا بنكشف كشف على العين مرة كل سنة، وبنكشف فحص قاع عين، وبنشوف ان احنا لو كان في اي مشكلة سواء كان مية بيضاء او مية زرقاء او اعتلال شبكية، فطبعا طبيب العيون بيوصف علاج مباشر لهذه الحالة.
بالنسبة للكليتين في تحليل بسيط بنعمله بشكل دوري، بنعمله مع بداية الإصابة بالسكر في الناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني، ولو عندنا سكر من النوع الأول فبحلله بعد 5 سنين، ثم بعد ذلك بحلله كل 6 شهور إلى سنة، بحلله مرة اللي هو بنسميه زلال في البول. طبعا المفضل ايضا ان احنا نحلل بشكل دوري وظائف الكليتين عشان نكتشف اي مشكلة تحدث في وظائف الكليتين، لان احنا عارفين ان السكر الغير مظبوط، وخلينا نؤكد على هذه المعلومة ان السكر الغير مظبوط فقط هو اللي بيعمل مضاعفات، والمضاعفات على الكليتين بتبقى ما يسمى باعتلال الكليتين السكري. واعتلال الكليتين السكري اذا ترك بدون علاج واذا لم نهتم بضبط العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو، هنلاقي ان قد يحدث اعتلال في وظائف الكليتين. بالنسبة للاعصاب، هناك الاعصاب الطرفية، في اعتلال في الاعصاب الطرفية، وطبعا دي قد تؤدي الى حدوث قدم سكري وهي احدى المضاعفات الخطيرة للسكر. عندنا طبعا الاعراض بتاعت اعتلال الاعصاب الطرفيه، شكشكه، تنميل، الام في القدمين، الام اثناء الليل بالذات، ما بنستحملش نحط رجلينا على المرتبه، وايضا ما بنستحملش نحط البطانيه فوق رجلينا، بيحصل الام. اعتلال القدمين السكري او اعتلال اعصاب القدمين السكري قد يؤدي الى زي ما قلنا مضاعفات خطيره اللي هي القدم السكري. طب كيف نقي نفسنا من القدم السكري؟ بنقي نفسنا من القدم السكري عن طريق فحص يومي للقدمين. ببتدي افحص القدمين وافحص بين الاصابع لوجود اي فطريات، اي التهابات، اي تغيير في اللون، اي جرح، اي لون زي حمار او ازرق او ابيض. ببتدي كمان اشوف بطن الرجل من تحت، في جرح، في حرق، في اي حاجة ظهرت على الجلد، ده بيبقى مؤشر لحدوث مشكلة، لان احنا عارفين ان اللي عندهم سكر هناك مشكلة في التئام الجروح، وطبعا عدم التئام الجروح او حدوث عدوى فيها قد يتسبب في حدوث ما يسمى بالقدم السكري، وبيحدث صعوبة في التئام هذه الجروح، وبالتالي طبعا بنتعرض الى خطورة القدم السكري. طيب بعد كده طبعا في مضاعفات للسكر على القلب. على القلب قلنا واحدة منهم اللي هي ارتفاع ضغط الدم. الحاجة التانية ان قد يحدث تصلب في شرايين القلب، ما يسمى بالذبحة الصدرية او بجلطات القلب، لا قدر الله اضطراب في وظائف القلب، هبوط في القلب، مشاكل على الجهاز الدوري للمخ. كل هذه الحقيقة المضاعفات يمكن الوقاية منها لما نظبط سكرنا كويس قوي، وأيضا نظبط ضغط الدم ونظبط الكوليسترول، ونتبع كل الإجراءات الوقائية اللي احنا اتكلمنا عليها من أول الفيديو، كلها بتؤدي إلى تقليل من نسب إصابة القلب والجهاز الدوري عند المصابين بالسكر. خلينا نهتم كمان بممارسة الرياضة، يعني ما اقدرش انهي كلامي من غير ما اقول على اهمية الرياضة بالنسبة للسيدة وايضا الاسرة كلها، اي شخص في الاسرة مصاب بالسكر. بنقول ان ممارسة الرياضة بتقلل من نسب السكر في الدم، بتقلل من الوزن، بتحسن من كفاءة الجسم، بتحسن من كفاءة العضلات والجهاز العضلي بالنسبة للجسم. لو قدرنا نطلع بره البيت نعمل رياضة، هنعمل رياضة نص ساعة كل يوم، يفضل دايما ان هي تكون بعد الوجبة بساعة، بنفضل وجبة الافطار او وجبة الغداء. واذا ما قدرناش ان احنا نخرج يوم بره البيت عشان نتحرك، يبقى احنا بنتحرك داخل المنزل، بنشوف اي مكان واسع نبتدي نتحرك فيه ونلف ونمشي، او نعمل الرياضة السويدي الخفيفة، نعملها 15 دقيقة بعد الإفطار بساعة وبعد الغداء بساعة. أنا طبعا سعيدة بوجودي مع حضراتكم النهاردة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شهر مارس هو شهر الأم، شهر المرأة، كله أعياد للمرأة وأعياد للأم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وخلوني